كنت هبقى عايز مهندس ديكور، بس مش ما بفهمش في اي حاجه في الديكور. صحيح يا بس حسام، كنت هتعلم. صحيح الكلام ده. مظبوط، يعني هو بيحاول حتى يركز اليومين دول في موضوع الديكور ده. فعلا. طب حلو، بيزنس بقى، بوظ الدنيا. بيزنس ده، انا قالب الدنيا، ديكور البيت ولا ايه؟ جرب بوظت البيت. طب جرب حاجه ثانيه. ده هو بيرجع يصلح، يرجع يصلح مثلا خشب مكسور، اي حاجه بخربها، تعالى حسام يصلح الحاجه اللي انا بوظتها. رامي بيعتمد اعتماد كلي على خبراته الشخصيه في البيت، هو بيبتدي يبوظ واحنا بنصلح معاه. مواهب، عنده مواهب. التبويظ بس، ببوظ بس. رامي مخلص كليه تجاره جامعه عين شمس. حسام برضه كان معايا في عين شمس كمان، بتقدير محترم يعني، بجد تقدير جيد. كان تجاره برضه نفس الجامعه. كنت معاه في الجامعه يا حسام؟ ها؟ كنتوا مع بعض في الجامعه في نفس الكليه؟ مظبوط مظبوط مظبوط، انا كنت قابله بثلاث سنين، ورامي لحقني في اخر سنه يعني في الجامعه. ويعني دي كانت رغبه والدي، والدي بيقول لي انت لازم لما تحط ايدك في حاجه او تبتدي تعمل حاجه لازم تعملها بصوره كامله، سواء كان بقى دراسه، شغل، حتى لو لعب كوره، حتى لو بتلعب بلاي ستيشن، فانت لازم لما تحط ايدك في حاجه لازم تبقى متفوق ومتميز فيها يعني. فالحمد لله طبعا. ورامي احب يعني اقول له مزيد من التفوق، وكلنا معاك، كلنا في ظهرك، والحمد لله بحب الناس وبالاحترام وبالذوق وبالادب هتبقى احسن واحسن واحسن كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، كل التوفيق ليه ان شاء الله، ومستنياه حاجات كثيره جدا في الفتره اللي جايه باذن الله. شكرا جزيلا ليك حسام ربيعة. شكرا حسام، كل سنه وانت طيب. رامي ربيعة، يعني الواحد ما عندناش وقت. عندنا وقت الحقيقة؟ لا، ما عندنا وقت نتكلم عن فايلر. لا طبعا، يعني احنا وأفريقيا. بس في نقطة مهمة بتكلم فيها، ان هو كويس ان عنده اخ زي ده، يعني في ساعات الواحد بيفتقد اللي هو